وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، الف مبروك بخماسيه نظيفه. يتصدر النادي الاهلي مجموعته في بعد المباراه الثالثه في دوري الابطال الافريقي في دوري المجموعات، 7 نقاط قدر النادي الاهلي بيهم يتصدر بيهم مجموعته. النهارده 5 اهداف هقول لحضراتكم حالا اهداف المباراه، عمرو السوليه في الدقيقه 3 واحد من اروع واجمل الاهداف، ايضا علي معلول في الدقيقه 23، خلي بالكم كل الاهداف او ال5 اهداف اللي هنتكلم عنهم كلهم من اجمل واروع. في الدقيقه 23 علي معلول واحد من احلى واجمل واروع الاهداف في ال5 اهداف، جونيور اجايه في الدقيقه 30 من عرضيه رائعه لعلي معلول، ثم كريم ندفد في الدقيقه 33 واحد برضه من اجمل الاهداف وتحرك رائع من كريم ندفد في الدقيقه 42 ليحرز هدف المباراه الخامس. 5 اهداف نظيفه استطاع بهم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم ان يتصدر المجموعه في مجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي في المركز الاول ب7 نقاط. دلوقتي بقيه ترتيب المجموعه نجيبه حالا ونجيب ونقول لحضراتكم بقيه ترتيب المجموعه. اذا 5 اهداف يا كابتن شريف اعتقد ولا اجمل في هذه المباراه. هي ولا اجمل من زمان، كره سيمفونيه. سيمفونيه الاهلي تعزف اليوم تحت قياده جماهير النادي الاهلي. جميل جدا انك تكون يعني جميل جدا انك تكون في برج العرب النهارده وترجع كسبان 5 و5 زي ما انت اتفضلت وقلت من اجمل الاهداف اللي احنا بنشوفها عموما في الكوره، مش في الدوري الافريقي او في الدوري المصري او في اي حته. الحقيقه لو في اي جول بيخش بهذا الشكل من 9 لاعبات، لاعب بيقطع الكوره من نص الملعب عشان يعمل الوان تو وتنتقل الكوره من ناحيه اليمين لناحيه الشمال عشان تنتهي ناحيه الشمال عشان ترجع ناحيه اليمين عشان يجي اجايل اللي هو قاطعها من نص الملعب عشان يجيب جول. هذه سيمفونيه رائعه بهدوء لاعبين. الحقيقه حلمنا كلنا احنا الـ4 قبل المباراه مع بعض ان احنا نشوف شكل معين للنادي الاهلي، نشوف ضغط معين. يعني تسابقنا كل واحد فينا يقول الاهلي هيلعب ازاي النهارده، مين هيبقى البلاي ميكر؟ كان اللعيبه كلها بلاي ميكر، اللعيبه كلها شايفه بعض، اللعيبه كلها بتتحرك، اللعيبه عملت كل حاجه في الشوط الاولاني الحقيقه وادونا وادوا جماهيرهم يعني جرعه فنيه جميله، جرعه جميله ومسؤوليه كبيره عليهم انهم يؤكدوا في كل مباراه ان هذا هو النادي الاهلي. وكم واحد مصاب؟ نسيت انا المستشفى لسه مفتوحه. كم واحد بس ما خدتش الحمد لله ان احنا رجع لنا. طبعا بعدين نتكلم على لاعبتنا المصابه اللي رجع، عندنا كتير قوي يا كابتن اسلام مصابين. لسه يعني في مصابين ما رجعوش ولا حاجه؟ لا لسه طيب. لسه كتير ده عندك ازهار عندك طيب مروان ده في عندنا شكل هجومي غايب كامل كمان. تمام كابتن بلال، 5 اهداف اعتقد ان هي زي ما الكابتن شريف تفضل وقال من احلى 5 اهداف شفناهم بقالنا فتره، ما شفناش 5 اهداف بهذا الشكل الرائع. طبعا 5 اهداف ولا اروع من كده. طبعا خد بالك ده نتاج المباريات اللي فاتت كلها، انت كل مباراه خد بالك بيزيد الانسجام، كل مباراه الروح المعنويه العاليه عند الفريق بتعلى، كل مباراه الحاله داخل الملعب ما بين اللعيبه والتقارب والخطوط والتفاهم ما بين اللعيبه بيزيد بشكل كبير جدا. الهدف يمكن هنتكلم على الهدف الثاني، ده نموذج. الهدف الثاني ده بالظبط ده نموذج 13 نموذج رائع جدا، نموذج من التحرك بدون كوره، نموذج من على الضغط على الخصم، نموذج قرب الخطوط من بعضها، تقارب الخطوط من بعضها يا كابتن، الدبل باص في بعض الاوقات، الكرات العرضيه والرؤيه الجيده بالظبط والرؤيه الجيده للاعبين داخل الملعب، كمان الزياده العدديه داخل ال 18 في النهايه مين اللي بيفنش علي معلول؟ الباك ليفت بتاعك واللي موجود في السكس يارده، الكره بتتلعب له بشكل جامد بشكل رائع جدا جدا جدا، يعني حاجه بص يعني حاجه في كره القدم نموذج. انت لو بتمرن فرقتك على لعبه مش هتمرنهم على لعبه ده لو بجد الكره من ناحيه اليمين بالظبط، لو بتمرنهم على لعبه انه يسجل هدف انت هتكتفي بس من كره عرضيه المنظومه التكمله، لكن كون انك تعمل الشغل ده وانك التقارب الخطوط بتاعك يبقى بالشكل ده وان اللعيبه تبقى قريبه من بعضها وحته الدبل باص والكره السريعه الوان تاتش اللي بتعامل من اللعيبه داخل الملعب، لا دي حاجه رائعه جدا. واضح ان في شغل تكتيكي بيتعمل في التدريبات، واضح ان الراجل يا كابتن له شغل بيحاول اللعيبه يتنفسوا بشكل كبير جدا. الهدف ده اللي جه وكمان الهدف الاول الكره اللي اتلعبت اللي اتلعبت ده برضه هدف تكتيكي مش بس هدف فني، ده هدف فيه شغل تكتيكي للاسف من المدير الفني. للاسف مش عارفين نعرض الاهداف يعني سعيد كان بيقول لي محمود سعيد كان بيقول لي شويه صور بقى نركبهم على بعض ندفع كام غرامه لو هنعمل لو كنا عملنا الاهداف دي كنا اتكلمنا عليها بشكل رائع. قبل ما اروح للكابتن اسامه شاركونا يا جماعه على صفحتنا على الفيسبوك وقولوا لنا راي حضراتكم في افضل هدف. ال5 اجوان كلهم اجوان حلوين بس عايزين نعرف راي حضراتكم، دايما هنشارك حضراتكم معانا، وايضا قولوا لنا افضل لاعب.
افضل لاعب من وجهه نظر حضراتكم كجمهور، مين في ال11 لاعب او في ال14 اللي نزلوا، الثلاثه اللي نزلوا يعني مكان الثلاثه اللي خرجوا؟ اكيد نزلوا ناس خرجت. طيب قولوا لنا افضل هدف من الخمس اهداف، وقولوا لنا ايضا افضل لاعب، من افضل لاعب في المباراه. كابتن اسامه برضو عايز اعرف راي حضرتك في الهدف او في الخمس اهداف. لا المباراه النهارده ممتعه، مباراة. يعني احنا النهارده استمتعنا بالمباراه، بنقول للنادي الاهلي الحمد لله على السلامه. النهارده امتعنا اداء ونتيجه كمان، يعني سلسله التالق بالمكسب الحلو تتواصل من النادي الاهلي، تكمله المباريات في الدوري النهارده مع مباراه سيمبا. كل الاهداف حلوه، كل اللاعبين النهارده ما شاء الله رائعين، كلهم في فورمه كويسه. النهارده عجبني لاسارتي كمان في تغييراته وفي ادارته للمباراه، ما شاء الله هايل. النهارده النجم يعني مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجهاز الفني، النهارده جمهور النادي الاهلي متواجد بشكل كبير. اتكلمنا عن فنيات كتير النهارده يا كابتن اسلام، قلنا البدايه مهمه، الاهداف المبكره مهمه، كل اللي حضراتكم اتكلمتوا فيه قبل المباراه تقريبا اتحقق. لكن انا شايف جداً. شايف يعني سبب مهم برضو من ضمن اسباب المكسب النهارده، ان فريق سيمبا كان لابس ابيض فاحمر النهارده. ابيض فاحمر؟ ابيض فاحمر يعني ايه؟ ترجم لي. لا شحن لعيبه النادي. انا نصحتي بقى فرقه سيمبا الماتش الجاي اللي عندهم يغيروا الاحمر فضل، يغيروا الابيض فضل. وجهه نظر برضو. وجهه نظر. بس النهارده مباراه ممتعه صراحه. انا النهارده يعني ما تقدرش تقول لعيب بعينه هو نجم المباراه. النهارده كل اللعيبه ما شاء الله، لو قلنا السوليه، ناصر ماهر، اجر، الاجوان كلها حلوه كمان، كله ما شاء الله. سعد سمين ورا، ايمن اشرف، الشناوي، اتحدى حد يقول لنا كلنا قول لي خطه ايه اللي احنا كنا بنعملها. جماهير النادي الاهلي النهارده حاجه رائعه. في خطه النهارده اللعيبه بتعمل لنا احلامنا. خلينا ناخد كابتن محمد يوسف، خلينا ناخد كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، نبارك له على الخمس اهداف وتصدر المجموعه وهذا وهذا الاداء الرائع. كابتن محمد ازي حضرتك؟ طيب هنرجع له تاني، قالوا لي هنرجع له تاني، هنرجع له تاني. كابتن شريف يعني الحقيقه جوان حلوه ومباراه حلوه ومباراه ممتعه وكل حاجه، فايه راي حضرتك في الاداء الهجومي؟ خلينا بس نتكلم على الاداء الهجومي النهارده للنادي الاهلي وتغيير طريقه اللعب. كلنا كل واحد فينا قال حاجه وكلنا طلعنا في الاخر صح، لكن تغيير طريقه اللعب من 4 2 3 1 ل 4 3 3 بهذا الشكل. طيب رجع لنا كابتن محمد يوسف مره اخرى. خلينا كابتن محمد الف مبروك، ثلاث نقاط ونجحت في تصدر، او النادي الاهلي نجح في تصدر المجموعه مره اخرى. الو الو يا كابتن محمد، الف مبروك. مش لازم اقول باي بقى. كابتن اسلام الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يخليك. الف مبروك. وبمسي عليك طبعا، ومسي على الكابتن شريف والكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. كابتن مين؟ اسامه حسني. اسامه حسني، اسامه حسني. مبروك يا كابتن. مبروك. مبروك ليكم كلكم. يعني ثلاث نقاط مهمه تصدر بيهم النادي الاهلي المجموعه، هذه المجموعه ايضا اداء رائع، تغييرات رائعه، كل حاجه كانت رائعه النهارده يا كابتن محمد. الحمد لله الحمد لله، يعني المكسب ممتاز وجاي في وقته، وخطوات ايجابيه بنمشي بيها من اسبوع لاخر ومن مره لاخرى. يعني عايز اقول لك طبعا ان النهارده في مكاسب كثيره، غير ان احنا رفعنا رصيدنا لسبع نقاط في المجموعه، لكن ايضا جاء لنا برضه بعض العناصر زي رامي ربيعه بعد سنه، يمكن اخر مباراه كانت دي يوم 8 يناير 2018، النهارده في يعني في فبراير 2 فبراير يعني تقريبا سنوي بيعود. عندك عاشور بعد اصابته في مباراه بتروجيت بالتاريخ 5 ديسمبر، النهارده برضه بيعود. فعايز اقول ان محمود وحيد ايضا برضه النهارده، محمود وحيد وانضمامه، محمود وحيد وانضمامه القائمه في الاثنين الاخر برضه يعني ايجابيه كويسه، وبتريح برضه علي معلول، وبتريح ايمن اشرف، وبتريح العناصر اللي هي بقالها فتره، محمد هاني بقالها فتره بتاخد فيها ثلاث ماتشات. فالحمد لله يعني الحمد لله ان احنا يعني ايجابيات النهارده، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. عندنا ماتش بعد يومين، اتمنى ان شاء الله يخش لنا كمان الناس اللي ان شاء الله هترجع من الاصابه، على اساس ان هيحصل روتيشن بشكل مريح اكتر كمان ان شاء الله. كابتن اسامه عايز يسالك، في اصابات النهارده ولا حاجه؟ نعم في اصابات ولا حاجه النهارده؟ لا الحمد لله الحمد لله. احمدك يا رب، اهم حاجه. يعني
يعني شيء مهم مع المكسب بالاداء الحلو ده. الحمد لله النهارده ما فيش اصابات، دي اهم حاجه. وطبعا يعني بنشيد طبعا بالاثاره النهارده وتغييراته كمان، انه يدي فرصه لمحمود وحيد، رامي ربيعه، يرجع حسام عاشور. فصراحه يعني يعني حاجه كويسه جدا منه. طبعا الو كابتن محمد، معلش يا استاذ. حاجه كابتن اسلام بتقول ايه؟ كابتن اسامه بيبارك لك وبيقول لك تغييرات رائعه وشكل واداء رائع طوال كابتن محمد. المباريات القادمه وضغط المباريات القادمه، يعني احنا النهارده شفنا بدايه شهر فبراير وفيها الحمد لله بدايه رائعه وفيها روتيشن كتير، هل ده هيؤثر على المباريات القادمه؟ بمعنى ان انت الماتش الجاي عندك مباراه في الدوري، هل ممكن نلاقي مجموعه اخرى من اللاعبين؟ بص يعني مش عايز ازق الاحداث، بس انا يعني لو انت استعرضت الجدول بتاعنا في فبراير هتلاقي ان احنا لعبنا النهارده اثنين وبعدين هنلعب خمسه وبعدين هنلعب ثمانيه، اثنين خمسه ثمانيه 12 16 و20 و24 و28 مظبوط. مش ممكن نكمل ماتشات دي ياخدها مجموعه، لازم يحصل تدوير طبعا، لازم يحصل تدوير وطبقا لرؤيه الجهاز طبعا. انما انا المهم ان انت لما يرجع لك المصابين فانت بتدور في لما بتعمل تدوير في المتاح يبقى في كتير، غير لما بتدور في اوبشنز او في حدود ضيقه. أيوة. كل ما بيرجع لك ناس من المصابين دي احسن. انما طبعا كثافه الماتشات عندك عاليه، وارد جدا ان يعني ان انت بتلعب بعد يومين على طول هتلعب مباراه، فوارد جدا ان شاء الله ان هتلاقي ممكن يتضخ عناصر ثانيه جديده وتريح ناس عشان مباراه يوم 8 وهكذا يعني. كابتن محمد، هل النهارده كان في تغيير لطريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-3-3، او هل كان هناك تغيير في طريقه اللعب؟ يعني طبعا يعني من غير دخول في تفاصيل، انما لعبنا 4-3-3 المباراه بشكل كامل كلها 90 دقيقه. كنا بنلعب 4-3-3 النهارده، نزلت والسوليه والشيخ. ده كابتن على حسب ما اتفرجتوا على الفرقه، ولا دي هتبقى خلال الفتره القادمه؟ لا لا لا، كل مباراه ليها ظروفها، كل مباراه يعني ممكن المباراه اللي جايه تلاقي تغيير حصل تاني. الورق اللي عندك بيخليك تحط فكر معين وهكذا يعني. يعني ممكن المباراة اللي جاية نلاقي طريقة لعب أخرى يعني. طبعا ممكن. تمام، يعني ألف ألف مبروك يا كابتن محمد. مش عايز أطول عليك، أنا عارف إن أنت تلاقي دماغك مصدعة ومش قادر تتكلم، لكن ألف مبروك. ثلاث نقاط مهمة جدا 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 في صدارة العودة لصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا. ألف شكر كابتن محمد يوسف المدرب العام لمنتخبنا، منتخبنا يا رب ان شاء الله، منتخبنا برضو للنادي الاهلي. كابتن شريف، يعني كابتن محمد المح لتغيير طريقه اللعب بسبب طريقه اداء سيمبا التنزاني النهارده، والطريقه دي الحقيقه اجاد بيها لعيبه النادي الاهلي. هل من الممكن ان يستمر لاسارتي بهذه الطريقه؟ زي ما انت سالته هو رد عليك. انا عايز اعرف رايك بقى. كل شيخ وليه طريقه يعني، او كل ماتش وليه رجاله اسلوبه. اسلوبه يعني. انما الحقيقه انا عايز اقول لك على حاجه، واضح ان لاسارتي بيجيب فيديوهات الفرق اللي بيلعبها وبيعمل محاضرات للعيبه وبيوري اللعيبه الخصم اللي قدامه بيلعب ازاي، وعلى اساسه بيبني الاسلوب اللعب اللي هو هيخوض بيه المباراه اللي هي مثلا اذا كانت زي مباراه امبي كده اللي جايه. نعم. فهيحدد الخطه اللي هو شكل امبي بيشتغل بيها ازاي، امبي عنده مثلا مقومات انه عايز يبقى موجود ومش عايز يخسر، فهيحط 4-2-3-1 4-4-2 4-3-3 وعلى حسب امكانيات اللعيبه اللي موجوده عنده وعوده المصابين اللي هي تسمح له على ان هو يحلم زي ما كلنا حلمنا النهارده كده. وهم حققوا، كل واحد فيكم احنا كلنا حلمنا مع بعض احلام، كل الاحلام اكن اللعيبه كانت قاعده معانا هنا ونزلوا نفذوا بتحركات، نفذوا بالضغط اللي احنا اتكلمنا عنه في اخر مباراتين في الشوط الاولاني. الحقيقه دايما كان النادي الاهلي ليه سبق في كل حاجه. كنت بتسال الناس اجمل هدف ايه والشكل ده، دايما بالنسبه لي الهدف الاول اللي بيجي يا كابتن اسلام هو اللي بيفتح الدنيا، هو اللي بيبقى اصعب بالنسبه لي وهو الاجمل. بل بالعكس النهارده حتى كان هدف في تريك وفي حاجه جديده في الملاعب كمان، انك بتستفيد من الضربه الثابته وازاي بيحصل التمويه، انك بترد الكره تاني، لا بتلعب كره عكسيه وبعدين تشوف زميلك على غرار الماتشات اللي فاتت كلها. الحقيقه تمام، علي معلول النهارده
طفره كبيره جدا في الملعب وشكل اللعيبه كلها صراحه خلى جمال كل مجهود اللعيبه يترجم في عرضيات، يترجم في اهداف، يترجم في كل حاجه. فهو الراجل النهارده عنده مساحه كبيره جدا يبني اي حاجه بيحلم بيها الحقيقه، ادام اللعيبه بتديني وان شاء الله ترجع بقيه اللعيبه كلها. واكيد الراجل ده ما شاء الله يعني بيفهم كويس قوي وبيحط طريقه كويسه قوي بعد الدراسه كمان. لا 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 بعد الدراسه يعني هو مش ماشي عشوائي الحقيقه يعني او صدفه. لا الشكل احنا شايفين ده بقاله ثلاث ماتشات الهاف تايم الاولاني، الهاف تايم الاولاني في ضغط وباص وان تاتش ولمسه في طريقه لعب، في اسلوب، في شكل، في حاجه جوه الملعب بتمتع وتكسب يعني بتمتعني وتكسب بالظبط كده. كابتن بلال يعني الاستحواذ احنا جاي لنا 71% للنادي الاهلي، وده اللي حضرتك كنت بتطالب بيه ان يبقى في حاجه اسمها من الاتحاد الافريقي طبعا يبقى في حاجه اسمها الاستحواذ حتى لو كان سلبي ولكن لمجرد الهدوء في اثناء المباراه، وده اللي حصل. كابتن شريف بيقول ايه؟ اللي بنحلم بيه حصل. حضرتك حلمت بالاستحواذ، اسامه حلم بالضغط والاهداف البدري، كابتن شريف حلم بالجماعيه، كله حصل. طبعا ده اللي عمله النادي الاهلي. يمكن الشوط الاول والشوط الثاني كمان، الشوط الاول برده كان في بعض الاوقات انت بتستحوذ وبتقدر توصل للجون بعدد كبير من اللمسات، مش زي ما كنا بتشوف الماتشات اللي فاتت يا كابتن شريف. كنا الاول بنشوف ايه اللمسه الثانيه الثالثه بتلاقي نفسك عند الجول فبتعمل مجهود كبير جدا. الشوط الماتش ده في الشوط الاول بتوصل كبير من اللمسات، هو ده لعب النادي الاهلي، هو ده الاندايركت اتاك اللي هو الشغل ايه الباص والاستحواذ وانك تطلع بالكره وتعتمد على المهارات الفرديه بتاعه اللعيبه اللي موجوده عندك وامكانياتهم وتعمل الدبل باص. دي الحاجات اللي احنا كنا بنطالب بيها، والاهداف على فكره اسلام اتسجلت بالشكل ده. يمكن برضو الهدف بتاع اجاي اتسجل بالحته دي، انك بتباصي وبتعمل دبل باص وبيروح علي معلول ناحيه الشمال بيعمل كره عرضيه بيروح اجاي بيسجل هدف رائع جدا جدا جدا. هذه الطريقه بتاعه النادي الاهلي، هي دي الشخصيه بتاعه الفرق الكبير، ازاي انك تستحوذ، انك ازاي انك تلعب تحت ضغط، ازاي انك انت خطوطك كلها ترابيه من بعضها. طيب هو ده اللي احنا عايزينه. كابتن بلال قبل بس ما تكمل حضرتك كلامنا خلينا برضو نروح لمدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد ازاي حضرتك؟ الف مبروك. يا كابتن اسلام ازيك انت وتحياتي للمجموعه ككل. معاك مين؟ معايا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن بلال، كابتن اسامه حسني. خليني عليهم كلهم الله يسلمهم. ومحدش كل بطاطس النهارده خلي بالك، مش عارفين ناكل بطاطس من ساعة ما انت مشيت ومحدش بياكل بطاطس. نعم 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 نعم. وبعدين بقول نعم بقول لك احنا كمان من حلاوة الاجوار النهارده مش عارفين ناكل. يلا الحمد لله رب العالمين. كلنا كويس، كلنا كويس يعني. وجبة دسمة بصراحة. كابتن سيد ألف مبروك، ألف مبروك، ثلاث نقاط مهمة جدا. طبعا يمكن انت عارف يا كابتن اسلام والمجموعه كلها اللي معاك عارفه ان الدوري الافريقي والمشوار الافريقي بيتاخد على مراحل مهمه جدا. في دوري المجموعات ان انت بتتكلم على تجميع نقاط، ده مهم جدا لكل الحسام. حصل النهارده الحمد لله 40. يمكن الشوط الاول كان رائع جدا من كل حاجه ايجابيه، سواء كانت استحواذ او تحضير او اهداف او تعامل بشكل جد جدا مع اللقاء، ده مهم جدا. شوف انت طبعا في حسابات مختلفه، يمكن احنا مختلفين المره دي شويه عن كل السنين اللي فاتت. ما بين المباراه الافريقيه والثانيه كان بيحصل راحه خالص، ما كانش بيبقى فيه مباريات خالص في الدوري، لكن المره دي انت هتلعب بعد 48 ساعه مع انبي، وبعد 48 ساعه بعديها هتلعب مع حرس الحدود، وبعدين تطير لتنزانيا. لكن من ضمن الاهداف طبعا ان انت تاخد الموضوع بشكل كافي جدا الشوط الثاني، ما تدخلش الفرقه الثانيه في الجيم، لكن في نفس الوقت مش عايز تتعوض، وخصوصا لو انتم لاحظتوا بعد الجون الثالث او الجون الثاني كان بدات الاشتراكات والالتحامات تبقى فيها خشونه شديده جدا. مظبوط. كان في حرص شديد قوي على اللعيبه كمان ان انت ما تتعورش، اشترك بشكل قوي جدا لكن في نفس الوقت ما تفقدش حد يعني. في حسابات ثانيه حتى في التغييرات، انت الثلاث تغييرات سواء كان علي معلول او ايمن اشرف او محمد هاني كلهم عندهم انذارات، فانت كمان مش عايز يبقى في فقدان لعنصر مهم جدا في المباراه اللي جايه. انت عارف ان ترتيب او اللوائح بتقول ان بعد الدوري مجموعات الانذارات بتتشال، لو عندك انذارين مش هتفقد عنصر فيهم يعني. فكان فيها حسابات كثيره من مكاسب اللقاء النهارده، ومن اهمها كمان بعد الثلاث نقاط هي عوده رامي ربيعه، واحد من العناصر المهمه جدا جدا. الحمد لله رب العالمين ان شاء الله الرحمن يبقى اضافه قويه جدا لينا في اشتراكاتنا، فده كان كويس برضه ان هو ياخد فيها. تمام. يعني كابتن سيد عند النادي الاهلي مباراه بعد 48 ساعه زي ما حضرتك قلت مباراه انبي، وانا سالت كابتن محمد يوسف هذا السؤال ولكن برضه هروح لحضرتك في هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا جدا جدا. هل من الممكن ان نرى وجوه اخرى في المباراه القادمه برضه؟
بص الامور الفنيه طبعا اللي لكن كل اللي انا عايز اقوله لك ان انت يعني من شهرين فاتوا يا كابتن اسلام والمجموعه عندك يعني كنا بنتكلم في الموضوع ده مرارا وتكرارا، قلنا ان احنا بنشتغل على ثلاث عناصر موجوده بالفعل وعناصر هترجع من الاصابه وعناصر بيتم تدعيمها. احنا لحد دلوقتي بنتكلم في 65 70% من قوتك، لكن هيرجع لك وليد ازارو، هيرجع لك احمد فتحي، هيرجع لك مروان محسن، موجود معاك احمد الشيخ، موجود معاك جيرالدو، موجود معاك ياسر ابراهيم دخل الحمد لله رب العالمين، موجود معاك حمدي فتحي كمان هو دخل هو كمان الحمد لله ورمضان صبح مع العناصر اللي موجوده مع العناصر اللي فيها يعني تميز شديد جدا. انت هتكتمل قوتك باذن الله اللي جاي ان شاء الله الرحمن كويس جدا، لكن المهم بقى كمان ان انت تفصل ما بين البطوله الاخرى ما بين البطوله المحليه او البطوله القاريه. نعم مهم جدا ان انت تاديها بشكل كويس. رمضان صبحي كمان ان شاء الله هيكون داخل معانا في بكره وبعد بكره، فدي حاجات كويسه جدا وايجابيه جدا. ايا كان بقى اللي موجود لما تكتمل صفوفك يا كابتن اسلام، يعني لما تكتمل صفوفك ايا كان الموجود بقى مين اللي بيشارك او ما بيشاركش مش هتشغل بالك قوي، لان العناصر قريبه من بعض، الدرجات مش بعيده جدا، ما بتلاقيش واحد في الملعب 9 من 10 او 10 من 10 واللي قاعد على الدكه مثلا 2 او 3 من 10، لا طبعا هتلاقي اللي موجود 8 من 10 على الدكه واللي موجود في الملعب 9 او 10 من 10، فانت الدكه ما بتبقاش فيها قلق، ما بتبقاش فيها المسافات بعيده، وده يدي لك ارتياحيه او ثقه شديده قوي سواء كان محليا او افريقيا. كابتن سيد يعني لاسارتي الحقيقه عامل حاله مع اللعيبه، تحس ان كده يعني في روح مختلفة، في حاجة مختلفة، الراجل ده مختلف عن طبعا مع احترامنا لكل المديرين الفنيين، ولكن تحس ان الراجل ده عامل حالة مختلفة مع اللاعبين. بص يا كابتن اسلام بالكرة في العالم دلوقتي الحالي كلها يعني ما بين مش عايز اقول السيطرة الكاملة وما بين الارتياحية في التعامل، يجمع ما بين الاثنين مرونة جديدة جدا، يعني مهم جدا ان انت تبقى حاططها في دماغك. ان انت تبقى مسيطر على كل المجموعه او الفرقه والتيم بشكل كويس قوي، لكن في مرونه كمان في التعامل يعني، اوكي؟ احنا مش في مدرسه يعني، لكن مهم قوي ان احنا يبقى في جديه وفي التزام وفي مسؤوليه، يعني مش ممكن هتمتع الناس وانت جواك مش مستمتع، احنا بنلعب لعبه بنحبها وربنا كمان سبحانه وتعالى بيكافئنا ان احنا بناخد عليها فلوس كمان، مهم جدا وانت داخل الملعب او انت بتأدي بشكل كويس قوي تكون مستمتع. والناس هتستمتع بطريقه ادائك لكن في اطار المسؤوليه، ما ينفعش ان انا ابقى داخل في استهوال او استهتار او نوع من الدلع، ما ينفعش كده، لكن مسؤول بشكل كويس قوي، وده اهم حاجه بيطرحها الراجل، يعني في جديه شديده جدا في التعامل، في نوع من جديد جدا، لكن في مرونه في الكلام وفي والحقيقه يا كابتن خليني برضو قبل ما تكمل كلامك في الموضوع ده الروح اللي موجوده مقصود الروح صالح جمعه احمد الشيخ يعني صالح جمعه واحمد الشيخ بس مش عايزين نغفل دورك يا كابتن سيد في الموضوع ده، مش عايزين نغفل دورك كمدير للكره في هذا الموضوع، ان انت ازاي بتقرب اللعيبه ويبقى دايما في تكاتف، ومش بقول كده عشان انت معايا ولكن دي حقيقه، مدير الكره هو دوره دايما ان هو يقرب اللعيبه من بعض ويبقى في التكاتف اللي احنا شايفينه خلال هذه الايام. بص يا كابتن اسلام هي عمليه يعني متوزعه بشكل كويس، الحته الاداريه انت اهم حاجه عندك ان انت تعمل جو كويس قوي للجهاز الفني او للعيبه. نعم. تمام؟ للعيبه او للجهاز الفني ان هم يكونوا مبسوطين فيه، جو صحي بشكل كويس، رياضي بشكل كويس، لكن في النهايه المدير الفني بيسوق هو الوحيد اللي بيسوق بشكل كويس قوي، تمام؟ لكن انت على المستوى الاداري ان انت تعمل جو من الارتياحيه في التعامل، جو شديد جدا، مناخ كويس قوي، روح كويسه قوي ما بين اللعيبه وبعضها، مش اهم حاجه ان اللعيب اللي بيلعب هو اهم حاجه بالنسبه لنا. كل اللعيبه مهمه جدا وكل اللعيبه هي دلوقتيها، زي ما قلت لك انا مبسوط من روح طلعت جمعه، مبسوط جامد جدا من روح احمد الشيخ، احمد الشيخ واحنا طالعين على المؤكر امبارح اتكلم مع الراجل، قال له طبعا كنت اتمنى ان اكون موجود لكن انا متاكد ان الفرقه هتأدي كل ما عليها وان الفرقه هتبقى بشكل كويس قوي وان الفرقه هتاخد بطوله افريقيا وانا تحت امر السيارات، في روح تجيب بطولات يا كابتن اسلام. بالظبط. يعني ما بين المجموعه وبعض يعني. طب والنبي سؤال كده برضه عشان الناس كلها بتسال عنه، هو لاسارتي بس السلسله ايه موضوع السلسله ده؟ موضوع الايه؟ السلسلة لاسارتي لما الجون الثالث اعتقد او الرابع معرفش انهي جون بس السلسلة بتاعت والدته او حاجة كده. تعرف الموضوع ده ولا انت ما كنتش مركز ها؟ طيب خلينا نروح يا كابتن السيد. طيب خلينا نروح لمنطقة تانية. قال لك السؤال ده ولا ايه؟ مين؟
مارد اللي قال لك لا مش مارد والله، ده محمود سعيد قالوا لي اجابه السؤال، بس انا كنت عايز اعرفها منك. يعني هو لاسارتي الحقيقه باس السلسله في لقطه كده جاب فيها السلسله وبيدوس السلسله في الجول الاولاني، لما سالنا الجول الاولاني فلما سالنا سعد ايه؟ ده كابتن سعد سعد بيشغب ولا ايه؟ معلش دي من غير خصومات، دي ما فيش مشكله. الله ايوه. طيب بص يا كابتن سعد، خلينا نروح لحاجه ثانيه عشان الجول الاولاني ده تريك متفقين عليه. طيب النادي الاهلي طلع بيان امبارح، وكان النهارده في اجتماع لمجلس اداره اتحاد كره القدم. بعد اجتماع مجلس اداره اتحاد انت معايا يا كابتن سيد ولا لا؟ معاك يا كابتن، اتفضل. طيب مجلس اداره اتحاد كره القدم النهارده في اصدر بيان بعد اجتماعاته النهارده، وقال ان يوم الاربعاء القادم سيكون هناك زي قعده او حاجه وديه ما بين مجلس الاداره وما بين مسؤولين او ممثلين عن ال 18 نادي عشان يبحثوا موضوع المؤجلات اللي تخص النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز. ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ بص احنا جزء من النادي يا كابتن اسلام، وجزء من مواقف الاداره او قرارات الاداره. كل اللي انا عايز اقوله بس ان انت من النوع اللي دايما بتلتزم بكل القواعد اللي موجوده في المنظومه، سواء كانت يعني النظام الاساسي اللي بعت لك او المسابقات او شؤون اللاعبين، فانت بتلتزم بشكل كبير جدا. نعم. في النهايه لما يكون لك حق تقطع تماما ان احنا مش هنفرط فيه. يعني طالما ليك حق لا يمكن هتفرط فيها يا كابتن اسلام. كابتن سيد، انت جالك جواب يعني او جالك جواب ل الو؟ طيب حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه كابتن سيد مره ثانيه عشان مهم جدا السؤال ده. بالمناسبه الناس كثيره جدا سالت على الموضوع، انا عارف الموضوع بس انا قلت يمكن سيد يقولها، انا عارف ان هو هيقول فيها افيه ولا حاجه. مارد هو اللي قال له. السلسله بتاعت لاسارتي احنا اتصلنا يعني وعرفنا، يعني كريم احمد قال لنا، قال لك ان السلسله دي هديه من والدته وهو دايما بيتبارك بيها يعني، فاول لما جاء الجون الاولاني قام بايس السلسله يعني اهو قدامنا على الشاشه، لان ناس كتيره جدا عماله تبعت تسالنا يا جماعه هو ايه. الناحيه الثانيه هيقول لك ده عمل يقولوا مفيش مشكله، هي جت على دي، ده عمل ده جت، هي جت على دي. اللي عجبتني بتاع الهدف الاولاني لما راح للمساعد بتاعه يعني زي ما بيكون بيقول له انت صاحب التريك ده يعني، وراح لا هو عامل حاله صراحه وهو راح يقول له مش انت ما كنتش عايزه يلعب مثلا يعني. ممكن اي لغه، دي اللي انا كنت عايزك تسال فيها يا كابتن. لا حتى شوف اللعيبه وهي بتغير يا كابتن شريف، وهو بيحتضن اللعيبه، هو بيحضر رامي ربيعه وبيديله تعليمات وبيتكلم مع حسام عاشور وهو نازل، هو عامل يعني حالتين حتى شخصيه وحب بينه وبين اللعيبه. يعني لا يعني غير صراحه يعني لاسارتي من شكل الاهلي حتى فنيا، هويه النادي الاهلي، الاسلوب اللي بيعتمد على الضغط وبيعتمد على الكره الحلوه والكره القصيره والاستحواذ والفرص والتنوع الهجمات بدا يظهر مع عماره النصر. كنا احنا بنتكلم هنا على كارتيرون كنت بتكسب، بس مش دي الهويه بتاعت النادي الاهلي. كنت في اوقات كثيره بتعتمد على الكرات الطويله، ما بتعتمدش على الاستحواذ بشكل كبير. لا انت بدات الكلام ده كله يظهر مع الحقيقه وقت كارتيرون كان صعب من كل الوجوه يعني. طبعا لا وكمان يعني دلوقتي مجلس الاداره دعم بشكل كبير ما شاء الله بلعيبه، يعني صفقات ما شاء الله هايله. حسين الشحات كنا بنتكلم ب 90 مليون، ادانا دلوقتي في 3 4 ماتشات 20 مليون منهم. 20 مليون ولس. عشان ولس. الناس كانت تتكلم بيقول لك حسين الشحات ب 150 مليون ب 100 مليون، فاحنا خدنا منه النهارده في 3 4 ماتشات ب 20 مليون، لسه منتظرين منه برضه. طيب يعني خلينا نقرا شويه للناس عشان الناس بعتوا لكم كتير جدا. محمود علاء بيقول بمناسبه سيمبا التنزاني كان رافض يلعب الشوط الثاني قبل لعب قبل لعب الاهلي لكافه مؤجلاته. حلوه. احمد محمد نظير بيقول جول اجايه والافضل الجمهور لاسارتي حسين الشحات وجميع اللاعبين. محمود عبده بيقول الشحات. ابراهيم محمد بيقول جول اجايه يا كابتن، افضل لاعب حسين الشحات مستر اسيست. هشام ادم بيقول صحيح يا كابتن اسلام، ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ ليه ما كملناش واللعيبه هديت؟ اديك سمعت من نجومنا اللي موجودين ومن الكابتن محمد يوسف ومن الكابتن سيد عبد الحفيظ. ندفد رجل المباراه، السليه شابوح، حسام عاشور عوده قلب الاسد، رامي ربيعه، ده محمد طلعت حجاب، ميدو الفرقه كلها ما شاء الله عليهم، الجمهور مليون، برافو النجم فعلا لاسارتي. احمد ابو غالي بيقول الشحات بس انا حاسس انه مظلوم عشان ما حدش بيديله الكوره. كل ده مظلوم ما حدش بيديله الكوره؟ لا بص على الماتش تاني او اتفرج على الماتش تاني هتلاقي ناس كتيره بتديله. مصطفى بيقول الاهلي يستعيد الاهلي بهدوء، اللي خايف يروح. ربيع عبده بيقول احسن لاعب من وجهه نظري هو لاسارتي لانه خلانا نشوف الفريق كله حلو. تمام، وجهه نظر برضه.
محمود البدري. اولا انا بمسي عليك يا كابتن على ضيوفك جون اجاييه، وبصراحه اللعيبه كلها كانت رجاله والجمهور اجمل والقادم احسن ان شاء الله. الاسطوره احمد حجاج، اولا انا بمسي عليك يا كابتن وعلى ضيوفك، انا بشكرك جدا، كلها كانت رجاله والجمهور النهارده اجمل حاجه. اسلام، ده انا كابتن اسلام، يا ريت الرساله دي توصل للجميع ان الاهلي بيلعب شوط واحد بس والشوط الثاني المستوى بيقل تماما، احنا فريق بطوله مش مجرد مباراه. عندك حق تماما، ولكن النهارده تحديدا الشوط الثاني زي ما حضرتك سمعت من نجومنا وزي ما سمعت من الكابتن سيد ومن قبله كابتن محمد يوسف، ان الشوط الثاني هو ده كان مقصود. احنا كسبانين خمسه، اللعيبه عايزه تهدى، عندنا مباراه كل يومين، كل 48 ساعه عندك مباراه، صعب جدا ان انت تلعب بنفس هذا المستوى طوال هذه المباريات. محمد او اشرف عبد الحليم بيقول لا زال هاني افضل لاعب في جرأته على المرمى المنافس وتطوير ادائه، بينما حسام عاشور لسه قدامه. طبعا احلى مسا عليك يا كابتن، ده سمير ابو مك، يا احلى، اشكرك جدا. بسم الله ما شاء الله على الاهلي، الكل رجاله في الملعب النهارده، خصوصا عمرو السوليه وحسين الشحات. يوسف وجيه بيقول اخي اسلام اليك سلام خاص من اهل غزه، شكرا لكل اهل غزه دماغنا من فوق، من يوسف عيوش وهاني عيوش واسماعيل عيوش وانا وانت. مختار فتحي بيقول اهم حاجه عوده السوليه لجزء كبير من مستواه، ندفد اتطور جدا في الفينش قدام الجول. ربيع عبده بيقول احسن لاعب من وجهه نظري هو لاسارتي، يعني برضو في ناس رايحه كابتن شريف للاسارتي ان هو افضل حاجه النهارده في المباراه. طبعا الجمهور الاول، اول حاجه زي ما التركيبه كلها حلوه النهارده، التركيبه كلها حلوه، ولكن الجمهور يعني عوده الجمهور بتدي حاجه ثانيه خالص. الجمهور في المقدمه طبعا، في التشكيله الحلوه بتاعت النهارده، لعيبه، مدرب، تغييرات، ما شاء الله. في وكمان برضه يا كابتن اسلام مش عايزين ننسى نبارك للطايره سيدات النهارده، فوز النادي الاهلي على الزمالك 6 ولا ايه؟ 3 0. خلي بالك برضه النهارده صح، ده الطايره بيلعبوا 3 اشواط النهارده. الحكم كابتن شريف كان لينا ركله جزاء صحيحه حرمنا منها، كان يبقى نتيجه 6 برضه، كانت هتبقى نتيجه 6 هي 6. كان بيحلم بيها اسلام دي طول ما هو قالك انا كنا عايزينها 6. بقولك هو في واحد بعت لك قال لك كلمه حلوه قوي، اللعيبه كسبت بهدوء. دي حقيقه، يعني اللعيبه النهارده طلعت لاسارتي نجم المباراه، طلعت لاسارتي بتغييره للطريقه اللي احنا بنلعب بيها 4-3-3، ده فكر ناجح، وحصلت حاله تبادليه، ما بقناش عارفين مين اللي بيلعب في نص الملعب ومين الفيرويد، بقى جاي ينزل لتحت ويطلع حسين الشحات، بقت محمد هاني يبص ليه عند الطرف. فالحقيقه زي ما انت قلت لاسارتي بقى له 3 ماتشات اللعيبه بتجبره على الابداع، اللعيبه بتجبره ان هو يفكر صح، تجبر الجهاز الفني كله، الحقيقه الجهاز الفني كله، حتى المساعد النهارده راح يخبطه على رجله يمكن على راسه ويقول له يعني الظاهر برافو عليك ان انت عملنا التريك ده واتفقوا على بعض معاه وتنفذ وجات جول. دي احلى حاجه في الكوره دايما طبعا، لما المدرب يعمل تريك ويحصل في الملعب ويجي جول، ده بالنسبه له ولاده، يعني طبعا حاله انا حلمت بيها برضه. نعم. ده خد بالك، ده يدل ان الراجل يعني في تعاون ما بينه وما بين الناس المساعدين. طبعا ودي حاجه مهمه جدا في الكوره، يعني انك ما تتلاشاش المساعدين بتوعك في التدريبات، في الشغل بتاعك التكتيكي، انك يبقى المساعد بتاعك له دور مهم جدا. ده موضوع كبير وموضوع مهم جدا، انك انت انا كمدير فني استعين بالقدرات والامكانيات بتاعت اللي موجود بتاعت الجهاز الفني المساعد بتاعي اللي موجودين معايا. عشان كده يعني بنشوف الفرق دايما اللي ناجحه ومدربين ناجحين دايما واخد المدرب جنبه يا اسلام وعلى طول بيتكلم معايا دايما في اوقات كتيره جدا. يعني الكلام ده انا ما بشوفوش بس كابتن غير في الدوري المصري للاسف، يا المدير الفني واقف يا المساعد واقف، ما بتشوفش فيه. هو كمان مع محمد يوسف ممكن يمسك الديفندر وهو يشتغل مع نص ملعب والفراوده، المساعد بتاعه يشوف ايه عنده مدرب حراس مرمى، فلما بيقسم الشغل كده اكيد بيبقى في نتيجه كويسه جدا. صح. تمام بلال. صح. انت قلت لي برضو كلمه واحنا في ما بين الشوطين، قلت لي ان النتيجه قد تبدو خادعه، ليه؟ شوف، عايز اقول لك امكانيات الاهلي كبيره، والاهلي قدم مباراه جيده جدا، ولكن برضو الخصم مش القوي بالنسبه لك. يعني انا برضو عايز ندخل في الحته دي، لانك انت في خصوم هتقابلها في بطوله افريقيا اقوى من كده بكتير، وفرق اجمد من كده بكتير، وفرق عندها توازن برضو دفاعي بشكل كويس، وعندها برضو خطوط في نص ملعب، الخطوط بتاعتها بتاعت نص ملعب والخطوط الهجوميه هتلاقيها اقوى من سيمبا بكتير جدا يا اسلام. عشان كده بقول لك ايه، احنا النهارده كان في زيادات ملحوظه النهارده من علي معلول مثلا. يعني علي معلول النهارده في الهدف
في السكس يارد. الكلام ده ممكن ما ينفعش يحصل مباريات اخرى, ما ينفعش يحصل في فرقه مثلا بتلعب مع فيتا كلوب, بتلعب مع مازيمبي, بتلعب مع الترجي. الكلام ده هيبقى صعب. الهجمات المرتده هتبقى خطر بشكل كبير جدا عليك. انت بتلعب النهارده مستوى ادائك على قد الفرقه اللي قدامك, وانت اجبرتها على كده بادائك والضغط بتاعك. ولكن في المباريات الثقيله ما اعتقدش ان الامور هتبقى مفتوحه بالشكل ده. يعني انت برضو لو سيمبا النهارده عندهم لعيبه كابتن في الخطوط الهجوميه في هجمات مرتده في بدايه الشوط الاول, كانت ممكن تصعب علينا الامور. عايز اقول لك على حاجه, بتضحك انت صح؟ مش بضحك على حاجه. هي سيمبا ولا مصر مكسر؟ دي فرقه ودي فرقه, ما دي حاجه ودي حاجه. ده ستايل وده ستايل تاني. مصر مكسر كانت ممكن تشيل منك 6-7. صح, مظبوط, نفس الاسلوب, صح, نفس الطريقه. مش عايز يعني النادي الاهلي حقيقه بيقدم كوره, انا بالكيرا مظبوط من عند المقصه. اللعب والفرق, انا من المسميات صح. بالنسبه لي سيمبا دي هتلاقيها على الترتان غيلان, انت شايف بيموتوا اللعيب عندنا. خش على رجله على طول وبيضربه, وهم دي طبع الافارقه. سيمبا عندهم هتشوف عندهم طبيعي, لا هتشوف شكله حاجه ثانيه عندك هناك. هيبقى انت شفت اللعيب بيشخط في اللعيب بتاعنا, هياكل الحكم يعني. بس دي خد بالك نتيجه اللزيمه برضه. طبعا نتيجه اللزيمه برضه عصبيه. كرامه بالظبط. انا عايز اوصل لك الحاله اللي ما تخوفكش, ان انت لعبت ثلاث فرق مختلفين بثلاث اشكال معينه بلعيبه مختلفه بنفس الاداء الشوط الاولاني. تمام. هو بس بلال كان بيتكلم في إيه؟ هو بلال كان بيتكلم ان تطور اداء النادي الاهلي. عمرو سليمان مستواه بيتطور, نيدفيد مستواه بيتطور, كل معظم اللعيبه الحقيقه او كل اللعيبه النهارده مستواهم بيتطور, ولكن في نفس الوقت لازم ناخد بالنا ومع النقص العددي. خلينا نروح لاسامه. احنا المباراه اللي جايه عندنا امبي مثلا, طريقه لعبه مختلفه في بطوله مختلفه, فشيء مختلف. فالناس يعني ايه, الناس ما تستناش مثلا الاهلي ممكن يكسب 5 أو 6. هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس. الاهلي بيكون دايما اداؤه زي ما الكابتن شريف وزي ما بلال قالوا, دايما الشوط الاول بيبقى اداء واحد, بقاله 3-4 ماتشات اهو نفس الاداء ونفس الطريقه, وده هو اللي يديلك الامل ويديك الافضليه خلال الفتره ما ده مهم يا كابتن اسلام. انا بتكلم النهارده ان هي حالتك هي المقياس عندك. النهارده انا اول ما بدخل اي مباراه اول فكره عندي مش هقدم كره حلوه بس, لا, اول حاجه عيني عليها الثلاث نقاط. جبت الثلاث نقاط مع اداء حلو يبقى انا ماشي في الطريق الصح. بالظبط. المهم النهارده في الدوري برضو نتكلم عن مباراه انبي, اول حاجه بدخل ليها ان انا ازاي اخد الثلاث نقاط عشان افضل يعني في مربع المنافسه, ده مهم. وبعد كده بيجي الاداء الحلو. النهارده اللي فتح المباراه الاهداف المبكره الباكر, يعني النادي الاهلي كان قبل كده ما بتتاح الفرص دي برضو من بدايه المباراه, لكن مع اهدار الفرص الدنيا بتبدا تتعقرب شويه. النهارده انت سهلتها هدف بالتاني بالتالت, خلاص انت يعني بدات بقى تقدم الكره الممتعه بتاعتك. النهارده شفنا برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني محمود وحيد, يعني علي معلول بقاله فتره من وقت ما رجع من الاصابه عنصر اساسي بياخد 90 دقيقه. النهارده محمود وحيد انه يدخل بالشخصيه دي اول مباراه يلعبها النهارده 30 دقيقه, لا ده مش راهب الموقف وما شاء الله نواحي الهجوميه وبيكمل ويعمل اوفرات, الاوفر بتاعه حلو ويرجع يغطي ونروح, لا مكسب كبير النهارده. رامي ربيعه بقاله سنه مصاب بالهدوء وبالاتزان ومكسب كبير في خط الدفاع. النهارده انت لاسارتي بالعناصر اللي داخله, ودي يا اسامه ما قالش دي تحيه برضو لاسارتي, ان هو التوقيت يدي التوقيت للاعيب اللي بينزل فيه اللعيب ده مهم جدا. وعجبني برضو امبارح يعني الحاله اللي بيتكلم عنها كابتن سيد حفيظ, صالح جمعه, شوف مجرد امبارح اعلنوا الاثنين الموجودين في القائمه محمود وحيد ورامي ربيعه. اول تصريحات صالح جمعه, صح, قال لك احنا بنسعى, انا يعني عندي 3 بطولات غير افريقيا, دوري, عندي كاس, عندي سوبر مصري, انا تحت امر النادي الاهلي ولسه ما زال التحدي عندي مستمر. اعرف ان اللمه دي هي اللي بتجيب البطولات. شوف ماتش المقصه, اشاهيل لما جاب الجون راح يحتفل مع الناس اللي قاعده على الدكه, ولصارت المباراه بيقول للدكه روح شكل مختلف احتفلوا. هو ده المكسب وهي دي الروح وهي دي عوده النادي الاهلي مع الجماهير مع الشكل مع اللمه دي. اهم حاجه انت قلتها. انا بطالب المنافسين مش يلعبوا ماتش 28-2, لا ده انا بطالبهم ياجلوا. لا معلش لسنه 2020. لا معلش, بس برافو عليك, ياجلوا المباراه 2020. لا ما ياجلوش, مش بتاعتنا. ولكن احنا عندنا جدول مبعوث للنادي الاهلي بشكل رسمي 6-1 يوم 6-1 كمان. تمام, يوم 6-1 كله معلش, سيبوا الراجل. طيب مبعوث جدول يوم 6-1. تمام, تاني 6-1 انت بتحب تكررها. مش قصدي والله 6-1 دي, اجا مش فاهموني يعني ايه 6-1. المهم بعت كابتن اسامه, كابتن شريف, كابتن بلال, هو بعت جدول يوم 6-1 كذا. طب هقول ايه, والله ما قصدي حاجه, انتوا اللي بتضحكوني. هي الظروف جت كده يا جماعه. لا بعت جدول بشكل رسمي من يوم 5-6-1 لغايه
النهارده. تمام. فاحنا الجدول ده اعتقد هو ده السؤال اللي كنت هساله للكابتن سيد عبد الحفيظ. اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي طلع بيان امبارح قال لك انا ملتزم، لو كنت حضرتك بعتت جدول بشكل مختلف باسماء مختلفه بحاجات تانية كان النادي الاهلي هيلتزم برضه. لا وهي وبالتالي لا. انا عندي جدول، محدش بس يقول لي اصل احنا ممكن نعمل ممكن نغير ممكن، لا ما فيش حاجه اسمها كده. انا عندي جدول حضرتك واحنا بنتكلم بشكل واداء النادي الاهلي اللي احنا شفناه النهارده. خلي بال حضراتكم، وانا كنت مستني اقول الكلام ده بعد المباراه، لكن احنا عندنا جدول نمشي عليه يا كابتن. جدول جالنا نمشي عليه يا كابتن اسلام. الناس بتتكلم على العداله، احنا كنا قاعدين في استوديو الاهلي في عيد الاضحى، انت اول يوم في العيد ولا يوم الوقفه بتلعب مباراه، في نص العيد تاني يوم تلعب مباراه، رابع يوم العيد بتلعب مباراه، يعني بتلعب في العيد اربع ثلاث مباريات، والناس قاعده في بيوتها تاكل لحمه وفته، والنادي الاهلي بيلعب والناس بتضحي واللعيبه بتروح وهنا 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 وهنا. النهارده يعني احنا بنتكلم عن مؤجلات. بيراميدز النهارده لعب ثلاث ماتشات بره ملعبه، اسماعيلي في اسماعيليه اتغلب، المصري عشان في جمهور، المصري خد بالك، المصري في اسماعيلي اتعادل، سموحه في برج العرب اتعاد، ثلاث ماتشات سفر بس. النادي الاهلي اطلع برج العرب، اطلع تنزانيا، اطلع الصومال، اطلع الجابون، اطلع معرفش فين، وجايين يتكلموا على العداله. عداله ايه اللي احنا بنتكلم عنها؟ هات لي جدول البطوله العربيه بتاع الانديه كلها وشوفوا فين جدول البطوله العربيه بتاع الماتشات. لا خلينا نرجع نتكلم على بطوله الدوري. بطوله الدوري يعني انا عندي دلوقتي جدول رسمي. جدول رسمي يبقى انا هطبق. اشرح لي الانديه. راح للانديه التزمت الانديه ولا كل الانديه التزمت خلاص. وبالتالي انا بس كل، وانا الحقيقه انا بحيي اتحاد كره القدم على الخطوات اللي عمال يعملها بشكل كويس جدا وكل حاجه، بس احنا مستنيين يوم الاربعاء، لانه انا عندي جدول هلتزم بتطبيق الجدول. انا لم كاهلي يعني كاهلي ما حدش في النادي الاهلي اتكلم وقال انا مش هلعب، وانا انتوا قايلين لي كل يومين ثلاثه ماتش وكل يومين ثلاثه كذا وكل يومين ثلاثه كذا. عارف ليه؟ لانه النادي الاهلي من الاول لما الحاج عامر حسين طلع وقال هنلعب على مجموعتين، النادي الاهلي رفض، وبالتالي النادي الاهلي بيحافظ على كلمته. عشان كده والحاج عامر قعد معاهم قال لهم يا جماعه هنا في النادي الاهلي، قال لهم انتوا هيبقى عندكم صعوبات اكتر، قال لهم مش مشكله، احنا عندنا الصعوبات وهنقدر نتغلب عليها. وبالتالي النادي الاهلي ما اتكلمش لما بعت له الجواب، فالجواب جه انا هحافظ على الجواب ده وهلتزم بالجواب اللي مبعوت لي يا كابتن شريف. طبعا مش هعمل حاجه تانية. انا هقول لك على حاجه، في حالات كده بتحصل في وسط الدوريات او البطولات، بيقول لك انا لازم اي تلكيك، يعني اي تدخلات عايز في ناس بتحب. لا الحقيقه النهارده اللي هو ثروت سويلم كان معايا النهارده على التليفون وقال لي لا احنا جايين الاصل في قعده يوم الاربع ان احنا ان الامور هتمشي زي ما هي، وده كويس جدا، ده كلام محترم الحقيقه. واحنا مع تكمله الدوري ده، بالعكس الدوري طبعا النهارده طبعا انت اللعيبه بتاعت منتخب مصر هتجهز من هنا لا دوري لكاس الامم بالشكل ده. لا طبعا محدش بيتكلم لا في موضوع الدوري ده، لكن احنا بنتكلم على قعدة يوم الاربعاء. مجلس اداره اتحاد كره القدم النهارده في قرارات بعد اجتماعه النهارده قال ان يوم الاربعاء هيبقى في قعده مع ال 18 ممثلين من ال 18 نادي او رؤساء ال 18 نادي، ونتفق نقول لهم ايه اللي هيحصل. النهارده لما جبت العميد ثروت سويلم اللي هو ثروت سويلم معايا قال لي ايه؟ قال لي ان الاصل يوم الاربعاء ان احنا قاعدين علشان نقول للنادي او نقول لل 18 نادي ليه المؤجلات معموله كده. فالاصل ان احنا هنكمل بهذا الشكل ده الاصل، عشان كده انا بحييهم الحقيقه ان هم نتمنى كده، لان هم برده مش قد وقفتنا احنا ومش قد ان احنا نطالب بحقنا، ده حقنا حق جماهيرنا. خد بالك يا كابتن برده المتضرر الوحيد هم مش قدنا كمان، هو النادي الاهلي. خد بالك يا اسلام بر، يعني الانديه الثانيه مش متضرره في حاجه، الانديه الثانيه بتلعب كل اسبوع ماتش، اسبوع 10 ماتشات ما اقصدش كل، يعني الطبيعي بتاعها بتلعب كل اسبوع ماتش وضع طبيعي. وبالمناسبه انما انت بتلعب كل دلوقتي بتلعب كل ثلاث ايام مباراه، انت بتلعب سبت بتريح النهارده سبت، حد اثنين وتلعب ثلاث، اربع وخمسه تلعب جمعه، سبت وحد هتلعب اثنين تاني، فانت اكتر نادي متضرر من قصه خمس ماتشات في 12 يوم، انك هتلعب بالظبط، انك هتلعب المؤجلات بتاعتك مش حد تاني. يعني اللي هيعرض للاجهاد انت، اللي ممكن يعرض لا قدر الله مثلا يبقى المباراه صعبه عليه انت برضو كنادي اهلي، فانت الصعوبات كلها عندك مش عند حد تاني. كون انك بقى تلعب انبي قبل ما تلعب الترسانه وتلعب المقاولين قبل ما تلعب الاتحاد، ده موضوع يعني كل انك يعني تكسب النهارده من غير رمضان صبحي وياسر ابراهيم والمستشفى اللي اسلام قال عليها دلوقتي، ايوه مروان وعبد فتحي وعندي فتحي ومحمد محمود، كلامنا على محمد محمود
كل ده يعني طبعا لازم الدنيا كلها يبقى عندها علامه استفهام. برضو عايز اوضح شيء مهم جدا، ان النهارده الحقيقه الكابتن خطيب مشي قبل او ما بين شوطي المباراه، اولا لسببين. السببين دول، السبب الاول هو انتوا عارفين طبعا الكابتن خطيب ظهره تعبان شويه وعنده مشكله في ظهره، طبعا حس بالم شديد، ده اولا بسبب البرد. برد الدنيا برد جدا، بقاله 3 4 ايام هو الحقيقه رايح جاي في كذا مشاوير تخص النادي يعني، فبقاله 3 4 ايام مجهد بشكل كبير جدا، فحس النهارده بوجع جامد جدا في ظهره، وراح خد ابره وروح على البيت عشان يعني يستريح شويه. فالف سلامه طبعا للكابتن الخطيب، وهنطمن حضراتكم اول باول طبعا زي الفل مفيش حاجه، لكن هو لان الناس اتكلمت في هذا الموضوع فانا بقول لحضراتكم ايه اللي حصل بالظبط. كابتن خطيب حس وكان عايز يكمل، اعضاء مجلس الاداره كلهم الحقيقه قالوا له لا مش لازم، الحمد لله النتيجه كويسه، وفي نفس الوقت انت محتاج ان انت تريح، وراح خد ابره وروح على البيت. يعني ان شاء الله يبقى زي الفل ويرجع بكره الصبح عنده اجتماعات وعنده حاجات بصفه مستمره. الفتره بصفة مستمرة وعنده مشكلة لا، ودي مرحلة محتاجة كابتن محمود خطيب انه متواجد بكره، هيكون موجود ان شاء الله، وهو حاسس ان هو لازم وبيتعافى على نفسه وبيجي على نفسه وكل حاجة عشان يبقى موجود في الفترة دي. يعني الكابتن محمود خطيب الحقيقة عامل مجهود غير عادي، واحنا عارفين آلام الظهر، وانا شرحت لأسامة انا عندي نفس المشكلة يعني، بس فرق كبير قوي بيني وبين لا مع معه. البرد كمان يا غير البرد يا كابتن، ده الم غير عادي يا كابتن، ده اكبر الم انا شفته في حياتي، وكان قبل الماتش كنت انا وانت في الاستاد برج العرب، كان جالي الالم ده، الم بيخليك بتنحني مش قادر تقف، لازم فعلا يا تاخد حقنه، ورحت فعلا خدت 5 حقن. فالالم اللي هو موجود في الظهر ده بالفقرات دي بجد، هنا بقى عن اللي موجود عند كابتن محمود بقاله فتره، بقاله وقت كبير يعني. انا بس حبيت ان انا بستشهد بس بنفسي، ليه؟ لان انا مش انا اللي حاسس بس كابتن محمود، الحقيقه لازم الناس كلها تعرف ان دي حاجه، وحاجه سيريس يعني، مش هزار يعني، ما حدش بشوف ناس كده. انا رغم من ده كله يا كابتن شريف تلاقيه متواجد في فرع الشيخ زايد، فرع مدينه نصر، في الجزيره، في الانشاءات، مع فريق الكوره، ودايما يروح التمرين، هو ما يقدرش عشان يقعد في البيت في مع الفرقه كلها يعني، واحد فينا واجبه مش هيقدر يقعد في البيت، هو طبيعته حتى في قطاع الناشئين يعني ما شاء الله. وبرده لازم يعني زي ما بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب، برده معاه مجلس الاداره كاملا، ناس كل واحد فيهم. لا لا انا بتكلم على الكابتن خطيب دلوقتي تحديدا، لانه في المباراه النهارده، لانه موقف ان هو مش يعني كلنا ليه، وبالتالي بس انا بحابب ان انا اطمن حضراتكم، ويعني تبقوا عارفين من خلال قناه النادي الاهلي ان كابتن محمود الخطيب، وتطمنونا برضو بكره وتطمنوا. لا هو زي الفل، بس هو يعني حس بوجع شديد شويه، لانه جو ساقعه انت عارف الحاجات دي بتبقى عامله ازاي، فهو حس بشويه وجع، والناس كلها قالت له لا لازم تروح، وبالفعل هو روح وخد ابره، وان شاء الله بكره يبقى متواجد في النادي الاهلي ليكمل اجتماعاته المستمره خلال الفتره اللي فاتت بقى مع كل اعضاء مجلس الاداره. الكل الحقيقه بيبذل مجهود خرافي خرافي، لان الكل متكتل على ان هو الناس كلها عايزه تعمل حاجه في النادي الاهلي، محدش عارف. وقفه حضراتكم كجمهور، وقفه مجلس الاداره، وقفه الجهاز الفني للكوره، وقفه الجهاز الفني لليد، وقفه الجهاز الفني للطايره. النهارده الطايره للسيدات بيفوزوا 3-0 على في الدور قبل النهائي، ووصلهم للدور النهائي، بكره ان شاء الله هيلعبوا مباراه امام الصفاقسي. الحمد لله كل الامور شغاله في كل الاتجاهات، فيعني ان شاء الله الامور تبقى افضل وافضل خلال الفتره القادمه. خليني بس اقول لحضراتكم ترتيب المجموعه الرابعه للنادي الاهلي. في المركز الاول 7 نقاط من 3 مباريات، فاز في مباراتين، تعادل في مباراه، لم يخسر اي مباراه، متبقي له 3 مباريات، له 8 اهداف علي هدف، يبقى الفارق 7 اهداف. فيتا كلوب في المركز الثاني بعد نهايه مباريات اليوم، لعب 3 مباريات، تعادل فاز في مباراه وتعادل في مباراه وخسر في مباراه واحده، متبقي له 3 مباريات، له 7 اهداف، عليه 4، يبقى الفرق بينهم 3، له من النقاط 4 نقاط. اما فريق سيمبا التنزاني في المركز الثالث، له 3 نقاط، لعب 3 مباريات، فاز في مباراه وخسر في مباراتين، متبقيه له 3 مباريات، له 3 اهداف وعليه 10، الفارق -7. زي ما قلت لحضراتكم شبيبة الثورة الجزائري في المركز الأخير، له 2 نقطة بتعادل مع النادي الأهلي وتعادل مع فيتا كلوب، متبقي له 3 مباريات، له 3 أهداف وعليه 6، إذن الفارق -3. النادي الأهلي يتصدر هذه المجموعة بفارق حتى الآن هو فارق مريح. المباراة اللي جاية
دايما المباراه الرابعه بتبقى هي المفتاح، هي دايما اللي بتخلينا ان شاء الله نقرب قوي، يا اما هتبقى الدنيا معقده شويه. فان شاء الله المباراه اللي جايه نختم بقى ونحسم هذا هذه المجموعه تبقى على خير ان شاء الله. من النهارده تعادل الشبيبه وفيتا كلاب، اعتقد ان هو جه في مصلحه النادي الاهلي يا كابتن شريف. مصلحه الاهلي بالنسبه لنا المجموعه كلها بترجع لتحت، وانت ما شاء الله بتعتلي القمه بسبع نقاط، وبعدين عندهم ماتش كمان يا كابتن، هيبقى في فيتا كلاب هيلاعب شبيبه الثوره هناك في الجزائر، في الجزائر على الترتان بقى اللي هو ملعب شبيبه الثوره. هم بيلعبوا في الترتان برضو، خلي بالك في فيتا يعني برضو بيلعبوا ترتان، بس شبيبه الثوره بيبقى ليه شكل تاني عنده في ملعبه بجماهيره، بيبقى شكل فيه اجريسيف شويه، يعني مش سهل انك انت تروح تزورهم وتكسبهم وترجع يعني. حتى ده اللي احنا شفناه مع فرقه النادي الاهلي، وهي كانت في بدايات التحضير ولم الاوراق ولم الاصابات ولم كل حاجه، انما دي هتبقى مباراه قويه جدا، دي اللي هتحدد لك شكل مجموعة نهائي بقى المباراه دي. هي دايما الرابعه دي بتبقى هي المفتاح. انا بقى لو فرقه كسبت وانت هتلعب سيمبا وانت هتلعب سيمبا يعني على أسوأ الظروف هتكسب، هتعادل يعني ان شاء الله ما يبقاش في نتيجه اوحش منها. تعادلت مع سيمبا او كسبت سيمبا خلاص يبقى طيب عديت والحمد انت لله. الاقرب يا كابتن يعني كابتن بلال. كابتن بلال، المباريات القادمه عندنا مباراتين في الدوري في خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، هنسافر يوم 12 او المباراه القادمه هتبقى يوم 12، وعندنا مباراه يوم 2 يوم 5 انا اسف الثلاث، ويوم 8 حرس الحدود مع حرس الحدود. طيب يعمل ايه بقى لاسارتي؟ هو ممكن يغير من التشكيل، ممكن يغير من اسماء معينه، هل من الممكن ان هو يغير من شكل وطريقه اداء النادي الاهلي؟ بص، يمكن هو ابتدى من النهارده خد بالك يشتغل على المباراتين اللي جايين دول، يعني النهارده التغييرات اللي عملها مستر لاسارتي يمكن هي تغييرات، يعني من وجهه نظري يمكن سيد اتكلم عن الموضوع ده وقال ان في انذارات وفي لعيبه بتلعب عشان انذارات، لكن انا برضو من وجهه نظري بالاضافه للانذارات اللعيبه برضو اللي بتلعب بشكل مستمر يا كابتن. النهارده علي معلول تم تغييره، علي معلول بيلعب بشكل برضو مستمر. النهارده خد بالك النهارده عشان ينزل رامي ربيعه، ده معناه ان هو ممكن رامي ربيعه يكون له دور الفتره اللي جايه، وده شيء مهم جدا. ده هي دي عمليه التدوير، انا هنزل مين؟ اعتمد على مين؟ اعتمد على مين الفتره اللي جايه؟ محمود وحيد ممكن يكون له دور الفتره اللي جايه في مباراه الدوري العام. انت مطالب الماتشات اللي جايه، يعني عندك الماتشات قريبه جدا من بعضها، مطالب ان انت كل مباراه على الاقل بتعمل 3 4 تغييرات داخل الملعب، على الاقل بتغير من يعني مثلا ممكن تلعب مره السوليه، ممكن تلعب حسام عاشور، ممكن تلعب هشام محمد، ممكن مره جاي فرود، ممكن كريم ندفيد يلعب ناحيه اليمين، ممكن يلعب ناحيه الشمال. في عناصر ممكن ما تتغيرش، يعني العناصر الشابه الصغيره او العناصر اللي بقالها كتير ما بتلعبش دي مش هتتغير. انما في بعض العناصر اللي دايما بتستمر في الملعب، اللي دايما بتعمل مجهود كبير، العناصر اللي دايما موجوده وليها تواجد كبير، دي ممكن دي العناصر اللي ممكن تريح، دي العناصر اللي ممكن نشوفها مباراه ورا مباراه ثانيه، مش هنشوفها دايما باستمرار. حته تغيير طريقه اللعب ده على حسب برضو المدير الفني عايز ايه من المباراه، المدير الفني بيلعب مين؟ انت النهارده بتلعب سيمبا لعبت 4 3 3، واحنا اتفقنا النهارده من بدايه المباراه يعني كنا متفقين ان النادي الاهلي هيلعب بالثلاثه في نص ملعب وثلاثه قدام، هم الثلاثه زي ما احنا اتفقنا. المباراه اللي جايه ممكن يكون في تغيير، هل رمضان صبح هيرجع يا كابتن؟ فلو رمضان صبح هيرجع هترجع للطريقه الطبيعيه بتاعتك 4 2 3 1، يبقى في تغييرات لسه يعني ما اقصدش، انا بتكلم ان هو هينزل التمرين بكره او بعده، بتكلم على حسب برضو العناصر اللي موجوده عندك، لكن حته التدوير دي لازم تتم، يا اما كده يا اما هتفقد عناصر كتيره جدا فترات طويله، ده وضع طبيعي. يعني لو لعبت بالعناصر، لو استمريت بنفس اللعيبه اللي موجوده النهارده في الملعب لفترات طويله وماتشات طويله هتفقد عناصر كتيره جدا. انت مش ناقص تمام، فبالتالي مستر عليه وهو الكلام ده ابتدى يشتغل عليه ان هو يغير من اللعيبه داخل الملعب. وخد بالك النهارده يا كابتن ما بقناش نحس اللعيبه اللي بتنزل من اللي بتطلع، بس ما بقناش نحس بيها، ما بقناش نحس ان الفريق اتغير، كله قرب، كله بالظبط، كله بيلعب في حته واحده، كله الليفلز قريبه من بعضها، المستويات قريبه من بعضها يا كابتن. مفيش حد كبير، مفيش حد، مفيش فوارق كبيره في الملعب النهارده. أيوه. يعني نزل محمود وحيد حسينا ان هو زي ما اسامه اتكلم ان هو لعيب بيلعب له فتره في النادي الاهلي، عنده شخصيه، بيهاجم وبيدافع وعنده سبيريت عاليه، ما عندوش مشكله في الحته دي. رامي ربيعه برده شفناه النهارده بيلعب بثقه، النهارده عمل واحده حلوه، قطع وحط الكره من فوق اللعيب لمحمود وحيد. فالنهارده بنشوف اللعيبه يا كابتن دخولها وخروجها ما بقاش يفرق كتير، انت عندك طريقه بتشتغل عليها، المدير الفني عندك خطه بتشتغل عليها، اللعيبه تقريبا بينفذوا بنسبه 80%، فما عندكش مشكله. اللعيبه ضافت على انها لازم تبقى موجوده. طبعا حقيقة طبعا النهار يعني النهار كلهم الحقيقه يا كابتن شريف في كام لعيب ندفت ومعلول ومحمد هاني، وطبعا بقيته واجاييه عامل محطه سوليه تحفة، حسين الشحات، حسين الشحات، كله في لعيبه معينه والشباب خصوصا اللي هو هاني وندفت ومعلول شباب برضه، اللعيبه دي الحقيقه
حجزت لنفسها انهم جواكر. خلي بالك انت النهارده جواكر يا اسلام اللعيبه دي. ميزه في النادي الاهلي ان هو بيختم المباراه بحوالي 6 او 7 من قطاع الناشئين بتوعه. يعني 6 او 7 لاعبين من قطاع الناشئين اللي متواجدين في يا ريت نرجع تاني يعني ده 7 ختموا المباراه 7 كمان واللي شاركوا في المباراه 9 لاعبين من قطاع الناشئين جميل. او خريجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لو قلناهم بالاسماء التسعه الشناوي ايمن اشرف رامي ربيعه سعد سمير محمد هاني هشام محمد كريم ندفد ناصر ماهر حسام عاشور دول كلهم خريجي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فعشان كده لما نشوف دلوقتي كابتن محمود الخطيب اهتمامه والتدعيم اللي بقى بيحصل في قطاع الناشئين تعرف ان انت ماشي في سكه الفريق الاول وتدعيم الفريق الاول وبنفس الوقت انك تعمل قطاع ناشئين قوي ممكن يعتمد عليه في المستقبل في برضه شفنا الاعارات اللي تمت احمد حمدي واحمد ياسر ريان عمار حمدي لعيبه من الشباب كريم يحيى محمد عبد المنعم عناصر يعني مبشره تلعب في احتكاك قوي في الدوري الممتاز ممكن ترجع تاني زي ناصر ماهر فانت تبقى ماشي في سكه صح بس برضو يعني واحنا بنتكلم عن ولاد النادي الاهلي في ناس لا تقل اهميه عن اللي اتربوا داخل النادي الاهلي زي واحد زي حسين الشحات برضو شوف ما شاء الله ضحى بالروح بتاعته وراجل يعني دخل جوه النادي الاهلي اجاييه وليد ازار وعلي معلول كلهم الحقيقه علي معلول يعني مش عايزين نذكر اسماء بس تمام. ان شاء الله يعني خلينا نقرا شويه يا كابتن اسامه عشان جاي لك حد بيقول لك قول محمد حامد ميدو بيقول له قول لكابتن اسامه بالراحه على الجبهه شويه هو حاجه حصلت جبهه ايه؟ مش عارف الجبهه دي الجبهه دي زي لحمه الراس كده لحمه الراس انت هتموت في الاكل ده ماشي ما بقاش عندي غير متعه الاكل يا كابتن ربنا يديك الصحه ربنا يديك الصحه يا كابتن محمد بيقول ندفد قالب كان قالب على انيستا طيب نبيل زهره بيقول اجمل هدف كريم ندفد واحسن لاعب حسين الشحات خالد الباز بيقول الشحات تمام ريعو مرعي بيقول حسين الشحات افضل لاعب والجمهور رقم واحد لاسارتي ده من محمود او محمد عطا هدف اجاييه وافضل لاعب الجمهور ده شادي محمد يعني شادي محمد وبعديه بركات على طول هدف اجاييه يا كابتن اسلام والاهلي النهارده كله نجوم تمام هاني احمد ابو السعود الفريق بالكامل حلو طب كنت كملتوا عماد النحاس والجمعه جيلبرتو الشحات وجول اجاي محمد غرابه بيقول الشحات وجول اجاي احمد البدري الاهداف كلها جميله وملعوبه ابو سمير بيقول اجمل او اجاي اجمل افضل لاعب واحسن هدف ايضا ماشي ناصر بنزيما بيقول حسين الشحات طارق نادي بيقول الشحات بس ليه يا عم الشحات بس ده كل الفرقه النهارده مكسره الدنيا بسم الله ما شاء الله يعني امسك الخشب مش قوي مش مكسرين الدنيا قوي يعني مش هتبقوا عارفين احمد علي معلول وهدفه محمد فتحي بيقول افضل لاعب الشحات الفريق بالكامل احنا كده حسين الشحات احمد رزق بيقول ندفد يا كابتن اسلام الاهلي كله بالصلاه على النبي ده زياد عرفات عليه الصلاه والسلام رانيا عزت بتقول حسين الشحات وجول اجاييه عماد محمد بيقول مش عارف طب مش عارف عشان كتير عبد الكريم حسان بيقول ندفد جون معلول الشحات ولاسارتي بصراحه الفرقه كلها النهارده يا كابتن ده محمد عبده بيقول الشحات بصراحه النهارده هنحتار لما نيجي نسال الكباتن في نهايه الحلقه مين هو افضل لاعب ومين افضل جون هنحتار كتير قوي عمرو الكافوري بيقول احسن هدف معلول واحسن لاعب الشحات والاداء الجماعي للفريق طيب هاخد من حضراتكم وهقرا تعليقات حضراتكم احنا لسه قاعدين مع حضراتكم شويه هقرا تعليقات حضراتكم ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع مع نجومنا الكبار نكمل تحليلنا لهذه المباراه وخمس اهداف نظيفه يفوز بها النادي الاهلي ليتصدر مجموعته في دوري الابطال الافريقي بعد هذا الفاصل نكمل مع حضراتكم اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين ايه ده انا هقول لا كفايه كده كابتن اسامه اداء النادي الاهلي النهارده الحقيقه حاجه تفرح فاحنا كلنا مبسوطين كلنا فرحانين ولكن في نفس الوقت الناس لازم برضو خلال الفتره اللي جايه تاخد بالها ان المباريات اللي جايه كل ثلاث او كل يومين تقريبا مباراه هتلعب 2-5 يعني النهارده سبت النهارده سبت هتلعب 3 لحد 2 تلعب 3 تلعب 3 تعمل استشفاء وفي سفر وسفر بعد كده عندك 4 5 تلعب جمعه بالظبط بين سفر كمان
سافر تنزانيا فاجهاد كبير بالظبط فالناس تاخد بالها ان طريقه اداء النادي الاهلي مختلفه شويه الشوط الاولاني عن الثاني لاسباب كثيره جدا جدا زي ما شرحنا لحضراتكم خلال الساعه اللي فاتت. لكن في نفس الوقت الناس ما تقلقش حتى لو المستوى نزل شويه خلال الفتره اللي جايه. الشكل العام انت كده ماشي في الطريق الصح بالظبط كده. الشكل العام من الاداء اللعيبه من الجمل اللي بتتعمل في الملعب من التحفيز من الكرات الثابته من لمه اللعيبه دي كلها حاجات يعني تعرفك انك ماشي في الطريق الصح. النهارده التدوير انت كنت بتتكلم عليه كابتن اسلام مع كباتن ده يعني لاسارتي هيكون مجبر عليه الفتره الجايه ما يقدرش قوام ثابت يلعب بيه الماتشات كلها هيجي في المحطات المهمه بقى واخر المنافسه هتلاقي ممكن لا قدر الله ناس تقع منه فلازم هو مجبر على عمليه التدوير دي. النهارده عندك جيرالدو من اللعيبه المش مجهده افريقيه هتقدر تستعين بيه في الدوري تدي له وقت اكبر ما شاء الله صفقه كويسه وناجحه للنادي الاهلي واضافه كبيره. عندك صالح جمعه اللي مش موجود في متقاعد افريقيا ممكن يشارك في الدوري فعندك عمليه التدوير مع عوده المصابين بقى النهارده ما شاء الله عوده حسام عاشور مهمه جدا زي ما بنتكلم عن رامي ربيعه وبنتكلم عن محمود وحيد. حسام عاشور من اللعيبه المهمه جدا فصل الملعب قائد عنده خبرات كبيره طبعا ان شاء الله يعني الاصابات اللي حصلت الفتره اللي فاتت مش حاجات كبيره يعني رمضان صبحي عندك حمدي فتحي ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم كلها حاجات هتخش يعني اسبوع بالكتير 10 ايام بالكتير ممكن يكونوا متواجدين تاني مع الفرقه فان شاء الله الشكل كمان هيبقى افضل المره الجايه. لكن انت الاختلاف بقى من بطوله لبطوله ده بقى اللي محتاج تركيز دايما اكبر. انت النهارده بطولات افريقيا بتشتغل بسيستم معين بنظام معين في اجواء معينه بتنقل لبطوله دوري مهم فيها الثلاثه بونت عشان كل ما بتقرب ناحيه المنافس كل ما الدنيا يعني بتتعب ناس كتير كل ما بتقرب ناحيه تبقى شبه القميص اللي انا لابسه ده صح؟ فدي كلها حاجات مهمه. النهارده في ايجابيات كتير جدا من المباراه يعني لاسارت كل فتره بيبني على اللي بيعمله. عمليه الضغط اللي كان النادي الاهلي بيفتقدها في فترات كبيره كان بيتراجع لا بنشوف دلوقتي الضغط بقى الضغط العالي اللي بيقيس النادي الاهلي مكان ما الكره بتتقطع انت بتعمل الضغط بتاعك. عمليه الاستحواذ النهارده شايفينها بالارقام 71% ما شاء الله استحواذ كمان طيب كويس خلينا نتكلم على الاستحواذ يا كابتن اسامه يعني 71% استحواذ لصالح النادي الاهلي 29% لصالح سيمبا محاولات على المرمى 11 للنادي الاهلي منهم 6 على المرمى و 6 على المرمى و5 لا 9 محاولات لنادي سيمبا انا مش عارف فين المحاولات بتاعت نادي سيمبا 9 محاولات لنادي سيمبا ماشي مخالفات 16 مخالفه على سيمبا وعلى النادي الاهلي 10 مخالفات صناعه الاهداف 5 للاهلي 0 لسيمبا ركنيات 2 لسيمبا وواحده فقط للاهلي بطاقات صفراء 1 لسيمبا ولا بطاقات صفراء للنادي الاهلي بطاقات حمراء لا توجد بطاقات حمراء في هذه المباراة تسلل حالة وحيدة هنا وحالة وحيدة هنا تغييرات ثلاث تغييرات وثلاث تغييرات يعني كابتن شريف الإحصائية دي بتمثل إيه؟ بتمثل الحقيقة برضو أسلوب الضغط اللي احنا عملنا فيه احنا كل كورة بتبقى زي ما انتوا قلتوا الكورة تبقى موجودة فين؟ خطوط صحيح. متكاملة قريبة من بعض زي ما احنا قلنا يعني قعدت أنا كنا احنا بنتفرج مع بعض عايزين سعد سمير يقرب شوية من نص الملعب هو وايمن اشرف ومحمد هاني اوريدي خلاص بقى في بؤره الضوء بعد نص الملعب. الناحيه الثانيه برده فيها تحركات علي معلوم مجهز نفسه عشان الكره لو حصل التدوير فالفرقه الثانيه حصل لها حاله زهق لدرجه انه ما جه غير يا كابتن غير مين؟ غير احسن ثلاثه عنده. ساجودي جونسان ده وفاكر جاجيري ميدي اللي احنا كنا بنتكلم وشاما كلاوتس دول الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل المباراه. الراجل راح مغيرهم لا في كره بتروح لهم ولا عارفين يعملوا اي شكل هجومي وكل النرفزه اللي حصلت من جول 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 انت في حاجه غريبه قوي احنا لو نشوفها النهارده في فرقه النادي الاهلي ما شطوش ولا شوطه على الجول بقوا بيخشوا بالكوره جوه الجول لغوا حكايه التصوير انت عارف دي غريبه جدا. كابتن بلال يا كابتن اسامه كابتن شريف النهارده من الاجوان اللي عجبتني قوي الجون بتاع كريم نيدفيد اللي هو اللي قطع فيه من النص عملت له من حسين الشحات وشاطها بشماله فيها 30,000 حاجه في بعض للاسف احنا مش قادرين نجيبها لكن حسين الشحات عملها لك في اول مباراه في رمضان ضد عملها لحسين راح عاملها لحسين بقت خلاص بقى يبقى بالظبط كده دي جمله لا بس ده دي جمله موجوده عندنا خلاص اختراق ذكاء كريم نيدفيد طبعا ذكاء كريم نيدفيد في ايه؟ ان هو فضل واقف مستني وبيجري بالراحه لو اللقطه كانت تبقى جامده جدا بيجري بالراحه واحده 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 وحسين شايفه حسين. خلي بالك اصل هو في ظهر حسين يعني حسين واقف كده وهو جاي من ظهره في الوسط كده فحسين شايفه
في ثغره في النص قام قاطع قامت معموله له قام واخدها لا مش غير ما ياخدها قام جامعها بشماله في الزاويه في واحده راحت كمان برضو لحسين الشحات اللي عملها من فوق الجول اللي عملها من فوق كانت اللوب ده كان صحيح. فالنهارده هي حته الضغط مع التكوين مع اللعيبه كلها متكاتفه جنب بعض كنا بنقول ايه الكابتن اسامه وكابتن ميلو احنا بنلعب لما الكوره حتى بتبقى كونتر اتاك عليك لازم الاقي احمر 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 كلهم قريبين من بعض ما يدوش فرصه للفرقه اللي قدامهم عشان كده كان في 71% وانا مش عارف جابوا 29 دي منين يعني انا هو كان ولا انا مستقل لا تاني تايم يمكن شويه ادوهم فرصه انهم عملوا برده حكايه الزون وتهدئه الملعب وعدم ان احنا يحصل اي اصابات ولاعيبه ساتسفايد وجالنا ثلاث كور على فكره في الشوط الثاني يعني الشوط الثاني اجايين ضيع واحده اللي هي حطاها صح. عالية وشمال وزعل وقعد على الارض عملها بالكعب دي العرضيه الشوط الاولاني وعملها بالكعب دي والشحات برضو وهاني خد واحده وقطع بيها وهو حطها على الشمال وشاطها بالشمال يعني اسامه عايز يعملها البليسنج على الارض فهو ده شكل ان اللعيبه ما كانتش موجوده بتاعت سيمبا لعيبتنا الحقيقه واخر كلمه احنا هنقولها لكم كمان اللعيبه دي اخر كلمه لسه شويه لسه شويه معاك لا انا في حاجه عايز اقولها على اللعيبه الحقيقه كلها اللي قاعده بره على الدكه او اللي بتلعب هم يعني هم الحاله اللي هيجبروا المدير الفني صحيح. يدور زي ما هو عايز صحيح. صحيح. انا النهارده كلاعب في النادي الاهلي خلاص بقى مشتاق للعب ده صالح جمعه زي ما قالوا على راجل الافريقي اللي جاي جيرالدو هيرجع تاني ويعمل دعم سرعه في ماتشات بتحتاج السرعه دي الانطلاقات وفي ماتشات بتحصل التريكات اللي هي بتحصل وعندك بقيه جميع لعيبه الانواع بانواع اللعيبه كلها بمواهبها بشكلها تقدر تريح دلوقتي زي ما انت بتقول محمود وحيد النهارده السبورت كويس قوي بتاع الشمال كل ايمن اشرف يريح شويه ويخش بقى ربيعه مع سعد سمير كوبل قديم فاهم بعض وفي سرعات وفي فكر وفي باس وفي نقل كوره بتساعد حسام عاشور لما بيرجع يطلع اللعيبه كلها مع بعض يعني انت اللاعب نفسه ولاعب النادي الاهلي اللي هيجبر المدير الفني الحقيقه مظبوط ان هو يبدع كل الاحلام اللي بنحلمها قبل المباراه وبعد المباراه يقدر يحلم بالماتش اللي بعده لغايه يوم الجمعه لغايه يوم الثلاثاء الثلاثاء تحلم بقى عشان نشوف حاجه كابتن بلال حاله اللامركزيه الواضحه جدا صحيح. في مجموعه الهجوميه صحيح. يعني شويه كنا بنلاقي حسين او يعني رايح من نص الملعب شويه ريدفيت شويه اجاي على الطرف شويه ناصر ماهر على ناحيه اليمين شويه ناصر ماهر ناحيه الشمال شويه عمرو السوليه هو اللي بيهاجم حاله اللامركزيه اعتقد ان هي ساهمت بشكل ايجابي للوصول لخمس اهداف في هذه المباراه. طبعا اللي شفناه في يعني في خطوط النادي الاهلي الهجوميه الاربعه اللي موجودين او الثلاثه اللي موجودين في الناحيه الهجوميه وخاصه جونر اجاي اللي انا بحييه طبعا على تحركاته الرائعه بتاعته جوه ال 18 وبره ال 18 بيتحرك عرض كتير جدا يمكن النهارده اسلام واضح كمان ان كانت في تعليمات مهمه جدا يا كابتن ان اجاي ما ينزلش تحت كتير. عندك في ثلاثه بتلعب بثلاثه في نص ملعب ثلاثه في نص ملعب بيتقدموا بشكل كبير جدا عندك حاله من الضغط فما كانش مطلوب النهارده من اجاي ان هو ينزل في نص ملعب كتير يعني الماتشات اللي فاتت كنا بنشوف اجاي بننزل في نص ملعب كتير قوي يعني بيتحرك طولي كتير النهارده بيتحرك عرضي اكتر مع اللعيبه مع الاثنين اللي موجودين معاه سواء كان ناصر ماهر او الشحات بيفضي وراه بالظبط وبيفضل ما هو التحرك العرضي خد بالك بيخليك انت تتحرك لبره ومثلا ناصر ماهر او الشحات يتحرك لجوه ودي كانت مهمه جدا وشفناها كمان في الهدف اللي انت كنت بتتكلم عليه لما اتحرك هو اجاي لبره فضل مساحه لكريم نيدفيد عشان يقدر يسجل هدف رائع جدا جدا السيرد باك كان رايح مع اجاي او عيني رايحه مع اجاي وضع طبيعي ساب حته فاضيه ساب الحته اللي في القلب دي لكريم نيدفيد ان هو يقدر يتحرك فيها وكان هدف من الاهداف الرائعه جدا جدا والتكمله اللي اتكلمنا فيها يمكن الهدف في افريقيا يعني بالتناوب ما بين ناصر ماهر وما بين كريم نيدفيد هم دايما اللي بيكملوا في حته ال 18 واحنا اتكلمنا كتير جدا عن اللعيبه الافارقه يا كابتن وقلنا عندهم عشوائيه في حته التمركز شويه يعني ما بيبصوش على اللعيب دايما بيبصوا على الكوره عينيهم دايما على الكوره يبص على الكوره كتير ويسيب اللعيب جيد حاله منفرد طبعا جدا يا كابتن النهارده منفرد من الاصابه اللي اتصابها دي الفروت ويرجع بهذا الشكل وعنده ايه ده في قطع واحده من نص الملعب دفاعا واتنقلت راح جابها جول ده قطع واحده انت بتقول ما النهارده ما نزلت صح نزل قطع واحده في نص الملعب لا انا ونقلها واتعملت لغايه لما راح نفس المكان وجابها الجول من احلى الاجوال خلي بالك اجاييه انت وقت ما كان كل المصابين عندك فراوده ازارو وصلاح محسن ومروان محسن برضو كان وليد سليمان مع الشحات مع رمضان مش قادر توجد المهاجم بتاعك اللي تطلع عليه النهارده هو بيلعبها كمهاجم ما شاء الله بشكل مميز جدا عارف التحركات ويفضي مساحات انت عشان ياخد منه كوره لا والحاجه الثانيه كمان حتى كمان حتى قوي جدا المصابين كمان المهاجمين ممكن توظفه كمان في الحته بتاعه الاطراف دي يعني قلت لك النهارده هيمين ناحيه الشمال شويه خد بالك هيبقى في مشكله كبيره يا كابتن
بالنسبه لسارتي مع عوده رمضان صبحي وعوده وليد ازارو هتبقى في مشكله كبيره بس جدا. مشكله حلوه مشكله حلوه طبعا مشكله حلوه يا عم خلينا مشكله حلوه بس وبعد كده هو يحل المشكله. عندك عندك اللعيب يعني عارف انت يعني عارف اجويرو يعني هو جاي بيلعب بنفس نظام اجويرو كده بيلعب على طرف الملعب بينزل لتحت بيتحرك بيتحرك قدام اجويرو ما يعرفش ياخد الكره زي جاي لا لعيب هجام الثاني هجام لا الثاني هجام حرامي بيرس في الملعب اجويرو عامل شعر ابيض مش عارف ولا لا لا وقصير ده حرامي اجويرو ده لا لا لعيب نصاب يعني في الملعب يضحك على اي حد انما مش بنفس البول كنترول والفوت ورك بتاع اجايير حاجه ممتعه انا بتفرج عليه الحقيقه شكله لعيب كبير لعيب كبير شكله جميل احب الكره تروح له يا اجايير خلصنا فيه كل الكلام خلصنا فيه كل الكلام فعايز اقول لك يا اسلام ان واضح ان ده تكتيك مدرب مش بس اداء لعيبه داخل الملعب مش بس يعني مش اللعيبه بس هي اللي بتغير من المركز بتاعتها لما الكره تجيلها يعني في اوقات كتيره جدا يا كابتن بنشوف التحركات دي من غير الكوره يعني في بدايه الهجمات بنشوف يعني انا بس الوحيد اللي نفسي برده كمان يكمل الحته دي بزياده شويه هو حسين الشحات ودايما خد بالك طريقه لعب حسين الشحات دايما بتميل للعب على الخط صح بيأدي بشكل النهارده ادى بشكل رائع جدا 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 في الدور بس على الخط بس على الخط يا سام يعني انا نفسي برده يكمل الحته دي مع الاثنين التانيين يعني اتعودنا خلاص من اجين هو بيروح يمين وبيروح شمال رمضان صبحي لما كان موجود النهارده ناصر ماهر برده اداؤه رائع جدا في كتير من الاوقات النهارده بينزل في نص ملعب بيلعب بيساند اللعيب بتاعت نص ملعب بيطلع على الطرف بينزل يدافع فدوره النهارده كان رائع في الملعب ولكن حسين الشحات لو كمل في الحته الهجوميه دي يا كابتن وعمل التغييره دي وعملها كتير جدا مع رمضان صبحي بس يعني رمضان هو اللي كان بيتكلم يعني رمضان هو دايما كان بيتحول من ناحيه يمين ناحيه شمال لكن انا بتكلم عن ان هو دايما انا احبه يستلم في خلي بالك جوه لجوه انت مهم عندك يبقى عندك التنوع في الشكل الهجومي مبقاش كله اسطمبه واحده او شكل واحد تلاقي اللي عنده المهاره زي رمضان صبحي وبيعرف يقف على الكوره تلاقي اللي عنده الانطلاقات زي حسين الشحات ويعرف يعدي يرجعوا بس هو الراجل يحلها طبعا تلاقي يرجعوا هو اللي يحلها تلاقي الهداف يعني لازم يبقى عندك تنوع في وقت من الاوقات كنت المحور الاساس ترتكز عليه كان وليد سليمان ربنا يعني يشفيه ورجعه لنا وعنصر مهم جدا لسه كمان وليد انت صحيح. عندك خلاص تنوع في الناحيه جيرالدو السرعه عندك ناصر ماهر بيعرف يقف على الكوره ويعمل سلو باص عندك عمرو السوليه اللي كان ديفندر ما بينوع دلوقتي احنا كان في وقت الهجومية. ما كانش عندنا مش لاقيين حد يلعب راس حرب طبعا احنا مش لاقيين يعني واحد يعدي خط يرقص لعيب خلينا نقول الفرقه كلها دلوقتي بترقص اي حد تمام وعندها ثقه وبيحبوا بعض وبيثقوا في بعض ان هو لو اديتهالك هتديها لي تاني يعني لو اديتك هتديني تاني وننقلها بهدوء النهارده ضحكوا على العالم كله بهدوء طب وبهدوء انت عارف مباراه النهارده خدوا الماتش خمس تجوال كانت شريه يا كابتن وبانت يعني وبانت كمان يا اسامه كتوكو ايوه كتوكو 4-0 كتوكو كان 4-0 بنلعب في المباراه كان اسامه جوزيه قال لك لو ما كسبتوش اول ربع ساعه كان مدير فني مستر كان الاحرز الاهداف كان ابو تريكا كان فلافيو وانا ومحمد شوقي كان في حوالي 23 دقيقه جبنا اربع اهداف حتى واحد صاحبي كان جاي يتفرج على المباراه فجه متاخر دخل في الدقيقة 25 فبص كده لقى النتيجة 3-4-0 فمستر واحد قال له هي الشاشة غلط قال له لا الأهلي خلص الماتش في 34 شفت ال 10 دقايق الأولانية؟ اه طبعا شفت الخمس دقايق الأولانية؟ قدامنا دقيقتين خد بالك قدامنا دقيقتين خلينا بس خلينا نقول نتائج المباراة اللي اتلعبت النهاردة كاملة بايرن ليفركوزن فاز على بايرن ميونخ 3-1 بعد ما كان المفاجأة دي بايرن ميونخ كسبان 1-0 لكن اليوفي برضه فاز على بارما 3-2 برشلونه تعادل مع فالنسيا بهدفين لكل فريق توتنهام فاز على نيوكاسل ويواصل متردده ليفربول تشيلسي فاز على هيدرسفيلد 5-0 ومازيمبي بيهزم الافريقي التونسي 8-0 واورلاندو بايرتس بيتعادل مع الترجي التونسي سلبيا والاهلي بيفوز على سيمبا التنزاني بخمس اهداف مقابل لا شيء دي اهم المباريات اللي اتلعبت النهارده الحقيقه كانت مباراه طبعا الاهلي بالنسبه لنا هي الاهم واستطاع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه كابتن شريف اخيرا من هو نجم اللقاء الاول من وجهه نظر حضرتك واحلى هدف الاثنين مع بعض احلى هدف اجايه اللي معلول عمله له اللي من اول نص الملعب وتدورت وراحت الناحيه الثانيه انا الحقيقه ده بتاع معلول يا كابتن اللي انت بتتكلم فيه ده بتاع معلول في كرة اللي معلول من حلاوتهم كلهم دخلوا في بعض في كرة اللي هي معلول عملها الاجايه وان تاتش وان تو ثري لاجايه وهو جاي فرد رجله جامد قوي وراح حاططها ده الجون الثالث الجون الثالث انا الجون الثالث ده بالنسبه لي جون مين مين نجم المباراه؟ هم نجوم المباراه كلها بس انا
تحدي حسين الشحات. تمام كابتن بلال، هدف مع معلول ده من افضل الاهداف صح. اللي اتلعبت فيها كل حاجه في الكوره من وجهه نظري، من افضل لعيب النهارده في المباراه وكريم نيدفيد. كابتن اسامه، نجوم النهارده بالترتيب جماهير جهاز فني لاعبين، احلى هدف، خمس اهداف صراحه ممتعين. هدف واحد خمس اهداف، اقولك احلى هدف، اقولك هدف خمس اهداف، مش احلى خمس اهداف، خمس اهداف احلى هدف يا استاذ كابتن اسامه. طيب احلى هدف خمس اهداف دي حاجه جديده برضو. طيب ماشي خلاص، تقليد جديد. تيجي نسال اسامه احلى هدف يقول لك خمس اهداف، خمس اهداف كده اللي بنقولها، خلي بالك. طيب اشكرك جدا يا كابتن، والف الف مبروك. دايما كده مهمه، دايما مبسوطين ودايما فرحانين، دايما كده الاهلي في تصاعده في الاداء والمكسب باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن بلال والف مبروك. ربنا يخليك كابتن اسلام، ومبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته وكل محب النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه والف مبروك. شكرا كابتن اسلام والف مبروك لجميع النادي الاهلي وعقبال اللي جاي ان شاء الله. يا مسهل يا رب. اشكركم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم الساعه 11 بالليل في ملعب الاهلي، هنتكلم عن كل شيء زي ما حضراتكم اتعودتوا مننا دايما. الف مبروك، ثلاث نقاط هامه جدا للنادي الاهلي من الناحيه المعنويه ومن الناحيه النفسيه ومن ناحيه الجمهور، من كل حاجه الحقيقه النهارده كل شيء جيد. الشوط الاول والشوط الثاني شوط جيد، لكن ثلاث نقاط هامه جدا 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 يستطيع بهم النادي الاهلي ان يتصدر مجموعته ويصل للنقطه 7 ويقترب من التاهل للدور الثاني. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي في تمام الساعه 11. شكرا جزيلا.